ادخل. مسجون يا فندم. استنى يا شيخ خلف. اللي جاية بواسطة من الناس فوق قوي. شوفها عايزة ايه؟ مش لايقة عليك هدوم السجن، مغيرك خالص لدرجة انك مش الشيخ خلف. قولي عايزة ايه واخلصي. مش انا اللي هخلص يا شيخ خلف، ده اذا كنت لسه الشيخ خلف. خسارة، حقيقي خسارة. واحد غيرك كان عنده فرصة يعيش عيشة الملوك، مش يترمي في السجن. السجن أرحم من عيشة ملوك الشر. كأنك انت بقى ملاك ونازل من السماء. ما خلاص انت ناسي انك سرقت الناس اللي اتمنوك على حاجتهم. انا رديت المال لاصحابه. بجد؟ ياه، ده الحب اعمى بصحيح. حبيت فريدة يا شيخ خلف، وهي قدرت تتوهك وتلف عقلك وتخليك عبد ليها. بجد برافو يا فريدة، قدرت تعمل اللي أنا ما قدرتش عليه. بس الشباب والجمال له وزن برضو. كان لازم أطرم لك سنانك صح عشان أخلص الناس من سمك. إيه؟ هترجع تتنطط لي تاني؟ ما خلاص انت كمان غيرت جلدك لما سم فريدة زحف لقلبك. سم اسمه الحب. يا الرجالة، مهما يعلو سهل قوي حتة عيلة تركحهم وتمرمغ مناخيرهم في التراب. ابعدينا عن عقدك وقولي عايزة ايه. عايزة اقولك ان لسه الفرصة في ايدك. عرفت تبيع السلاح ماشي، خلي فريدة بقى تثبت حبها ليك وتدفع تمن براءتك. معلش تعبك من غير فايدة. أنا سبق وقلت لك إن ليا في كل خراب عفريت، والسجن نفسه خرابة، يعني مفيش أسهل من كده. هاتي كل عفريتك، أنا مش خايف. أنا جبت لحضرتك شاي ثاني يا هاني. اتفضلي. خليه للشيخ خلف، هيحتاجه أكتر مني. اقنع فريدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.